أما هلأ سلمى بننتقل لمساحتنا القانونية، ودائما ضمن رحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على تفاصيل قانونية بتهم كتير من صحيح. الناس، وكتير مهم الاطلاع على قانون السوري. اليوم نحكي عن العلاقة بين المالك والمستأجر، هي العلاقة يعني دائما فيها تفاصيل قانونية، ودائما في عقد مشترك بين الطرفين، ودائما أحيانا بيكون في وفاق وفي خلاف. تفاصيل كتير رح نحكي عنها مع الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح الخير لكل الإخوان المشاهدين. يسعد صباحك أستاذة صباح رنا. الخير سلمى. يعني بحلقة سابقة بدأنا بهذا الموضوع، حكينا عن العلاقة بين المستأجر وخصوصا بما يخص السكن. نعم. هلأ اليوم رح نحكي عن الشق التجاري والقانون. نعم. الجديد اللي تاخد بهذا الموضوع، وخلينا نبلش نحكي عن جملة بنسمعها أو كلمة بنسمعها، واللي هي الفروغ. معنى كلمة فروغ بالنسبة لعقد الإيجار بالمحلات التجارية خصوصا. نعم مزبوط سلمى، هي كلمة كتير بنسمعها نحن بالنسبة بالشارع، بيقولوا إنه هذا بيملك فروغ، هذا عطاه فروغ لحتى أخذ صحيح. المحل. وهيك بالقانون السوري رح أحكي لك مصطلحات بعيدة عن مصطلحات القانون المعقدة لحتى الناس كلها تقدر تفهم الفكرة تماما. نحن لما بيكون في عنا محل تجاري، هذا المحل فيه إله هو كمحل كحجار وحيطان وأرضية وسقف، هذا المحل هو ملكية لمالك رقبة مثل أي شيء تاني. أنا بملك هذا المحل. الفروغ بالعام العامية اسمه فروغ، بس بالقانون اسمه متجر. هذا المتجر هو عبارة عن عناصر مادية ومعنوية، ما دخلها بحيطان المحل، ما دخلها بأرضه بسقفه، إلى علاقة بالعناصر الموجودة بالمحل ماديا أو معنويا. كيف يعني ماديا أو معنويا؟ لنفترض محل حلويات، المحل هو محل أرضه وحيطان وسقف وكل شيء، هذا لحاله. الفروغ أو المتجر هو مثلا شو في عندي آلات لصناعة الحلويات بهذا المحل، هذا هو الفروغ. شو عندي معدات أو مثلا مخزن بحط في انا المواد اللي بحطها لحتى استخدمها بصناعه الحلويات، هذا متجر، هذا فروغ. هي عناصر ماديه ملموسه. صيدليه فيها محل، وفيها الادويه، فيها المخازن بتنحط فيها الادويه، هي متجر. هذا بالنسبه للعناصر الماديه للمتجر. العناصر المعنويه مثلا الاسم التجاري، العلامه التجاريه، هي العلامه احيانا بتكون قيمتها يعني كتير كبيره، لانه بتنطوي على سمعة معينة. يعني أنت أحيانا ممكن تشتري لنفترض علامة تجارية قيمتها أغلى بكثير من قيمة المحل يعني كحيطان فهي أغلى لأنه اسمها ماركة معروفة مثلا، اسم تجاري معروف. هذا هو الفروغ، هذا هو المتجر. فنحن عنا وقت بيكون في عنا علاقة بين مالك ومستأجر، هي أصدن العلاقة بين الشخص اللي بيملك المحل كحيطان والشخص اللي بيملك هالفراغ اللي جوات المحل اللي هو الفروغ، اللي هو لأنه هي جاية كلمة فروغ أصلا من هالفراغ، من هالحيز اللي جوات المحل، هالمكان اللي بيقدر هو فيه المستأجر يحط فيه أدواته، يحط اسمه التجاري على المحل. فنحن عنا كأنه عنا الملكية انقسمت شقين، ناس بتملك المكان وناس بتملك الحيز داخل المكان اللي هو المستأجر. كقانون نحن بنقول مالك ومستأجر. فهون اجت كلمة الفروغ بالمحلات التجارية، ناس بتاخذ الفروغ وناس بتاخذ بيكون إلى هي المكان نفسه اللي أجرته، المحل اللي أجرته. أستاذة دائما بنسمع في مشاكل بين المالك والمستأجر وبالفروغ وتسليم المحل وقديش طول وضمن العقد. خلينا نحكي كيف بيتم فعليا إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن عقد الإيجار بطريقة سليمة، لأنه يمكن في كثير من الثغرات بيوقع فيها الطرفين، في ناس أذكى من الناس بتستغل هاي الثغرات لتقدر صحيح. فعليا تستمر ويمكن وتستغل هيدا الشخص. صحيح. هلا صراحة قوانين الإيجار بسوريا يعني صار في عليها تعديلات كتير ابتداء من صحيح. الخمسينات للقانون الخمسينات اللي هو نحن معروف بتسمعي بالمصطلحات إنه أجار قديم. شو يعني أجار قديم؟ يعني أجار يخضع للتمديد الحكمي، أنا استأجرت سنة وما جددت، فأنا حكما بيتجدد عقد الإيجار. هذا الحكي قديم بالخمسينات، إجوا بال2001. أنا بس عم حاول سلسل للمشاهدين لحتى الفكرة كلها تكون واضحة، بعدين صحيح. لما بدي أحكي هلا عن القانون الجديد اللي نحن بيحكم كل العلاقات الإيجارية. فبالخمسينات كان هيك انه انا بستاجر وبيتمدد حكما، فهذا اجار قديم قليل. كانت عندنا مشكله انه كان في عندنا عدد كبير من البيوت والمحلات التجاريه فاضيه، وكان حتى المالك هو ما عم يبحث عن الملك بقد ما عم يبحث على الاستفاده من الاجره. فحلوا المشكله انه كان في ما في عندنا هالنوع الكبير من المشاكل انه تمديد حكمي.
لما كتر عدد البيوت وكترت عدد حتى عفوا صار في كمان كثافة سكانية كتيرة، صار في عنا نحن قلة شواغر، فصار في عنا إشكاليات إنه أنا طيب مالك البيت صار بدي إياه، ارتفعت الأجارات صار لأنه في عليها حتى صار في إشكالية على الاستملاك، إنه صار 30 سنة مستأجر أنا تمام اللي جزئية تمام من هيدا البيت تمام، فصاروا يعدلوا بشكل جزئي القوانين. أول مرة عدلوها كان بال 2001، حلوا مشكلة السكن، مشكلة العقارات اللي مؤجرة بهدف السكن، إنه بيطلع المستأجر مقابل تدفع له تعويض 40%، هي 60 و40 اللي كلياتنا نسمع فيها واللي حكيناها بالحلقة الماضية، ما بدي أرجع أحكي فيها بالتفصيل، بس ال 2001 حل مشكلة السكن. بال 2006 انتبهوا انه في مشاكل المحلات التجاريه ما انحلت، وانه لسه المحلات التجاريه عم تخضع للتمديد الحكمي، فاجوا حلوا مشكله بال 2006 انه لا، صارت الحاكم المبدا اللي بيحكم العلاقه الايجاريه بالنسبه للمحلات التجاريه هي السلطه التعاقديه اللي هي العقد شريعه المتعاقدين. انا بدي اعمل معك اللي كنا الا نحن عقد سياحي، انا بدي اعمل معك عقد لسنه، خلص بتنتهي السنه انت حكما بتطلع من هي، واذا ما طلعت بالحسنى فاكيد المحكمه بتطالعك لانه هذا قانون. انا عقدي معك سنه، بتخلص السنه انت بتغادر، ما عاد في تمديد حكمي. بالنسبه لعلاقه بعدين لما اجى القانون 2015 وهو القانون الاخير اللي نحن هلا تحت سقفه بحل المشاكل الايجاريه بين المالك والمستاجر، صار في عندنا شويه ترتيبات جديده، انه صار في بنود معينه هلا بحكي فيها بالتفصيل لحتى تنتهي العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر. طيب خلينا نحكي كمان عن مصطلح اخر موجود وبنسمع عنه اللي هو التخمين. هل تخضع المحلات التجارية وفق القانون الجديد لمسألة التخمين عند إنهاء العلاقة الإيجارية؟ رح أقول لك على التخمين سلمى، بس أكيد لازم نحكي كيف بتنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لاحقا، بس رح نحكي عن التخمين. التخمين شو يعني تخمين؟ يعني أنا بدي أقدر بشكل قانوني قيمة الإجرة الواجب دفعها لهذا المحل لحتى أنا ما أكون في غبن، سواء كنت مالك أو كنت مستأجر. يعني المالك بحس أحيانا أنه هو مغبون بالإجرة، انه الاجره كثير قليله، فبيلجأ لعمليه التخمين لحتى تطلع لجنه من المحكمه تقدر قديش لازم الاجره المدفوعه. والمستاجر احيانا بحس حاله عم يدفع اكثر مما يجب، ولكن قليله كثير الحالات العامه. طبعا العكس ابدا صحيح، هلا بالقانون هي يطلع يشوفوا قديش الناس عم تدفع. سلمى في شيء قانوني في شيء عرف بالقانون اللي يحق للمستأجر أو المؤجر إنه يرفع دعوى تخمين، هذا القانون. لأنه أنت حسيت حالك مغبون بالإجرة، يعني هو ما منشوف الحالات الشائعة 99% ما عم يجي مستأجر لضمن الأجارة، لأنه الناس يعني هي خلص انه بصير مثل الحكم انه الكل عم ياخذ بهذا الاجار، فبينجبروا يدفعوا بهذا المبلغ لانه هن لما بدهم يخمنوا كمان بدهم يقيسوا القيمه اللي رائجه هلا، يعني انه شو اللي حوالينا اليوم عم يتم استبداد الناس، استغلال الناس. هيدا القانون لا يطبق الا في اجراء قانوني انا بدي ارفع دعوى. هي ثغرة، يعني هي دائما في تعديل لتعديل هي الثغرات قانونيا، بس يعني اليوم الناس ما عم تقدر لانه هي مضطره تستاجر بارقام، لانه بلحظه بيقول لك صاحب البيت انا بدي امسك لك اغراضك وزدتهم برا، فبتضطر. اليوم عم نسمع ارقام خياليه، فقانونيا لو بيتم تعديل هي الثغره فعليا اضبط انا الاجارات. اذا كان في مجال نحكي بالثغرات اللي هي بالقوانين فهي ثغره، بشكل انه هون في سوق عم يحكم بدل ما يحكم يعني قيمه ثابته للاجره بهالمكان. اجار بيت مليونين ومليونين ونص، ارقام يعني الاذن ما عم تصدقها. تماما تماما، هذا الشيء اللي صار، هي الخضه اللي صارت فجائيه حتى بالبلد، خلينا نقول بالنسبه للاسعار وبالنسبه لهالقصص، هي ما لها اولى لسه الحل المناسب، يعني ما كان في هلا لسه، يعني هي مشاكل جديده علينا. يعني كان بالقبل كان شيء مقبول تقدر الناس تحمل هذا العبء، وبرجع بقول لك القانون سمح بجوز الناس تجهل القانون للمستأجر أو المؤجر إنه يرفع دعوى تخمين، يعني هلا اللي بيحس حاله في عنده غبن، بس ما بنعرف نحن كيف تتطبق، يعني صحيح. لسه على التطبيق العملي يعني، لأنه 99 الحالات اللي شفناها إنه المالك عم يرفع. نحن عم نحكي عن المحلات التجارية سلمى إلى موضوع تاني، يعني تلاقي محل تجاري اليوم بيسوى لنفترض 300 مليون وأجرته كتير كتير زهيدة. أنا سمعت أرقام سلمى مثلا 2000 ليرة. الأسواق القديمة هي بتكون هي الأسواق القديمة تؤجر في أرقام يعني بسيطة، بيجي يعني المستأجر بيأجر بأرقام خيالية، هي عم يكون نقل أطراف استئجار، هون في مشكلة فيها تماما. لا حتى المالك هو المغبون بهي الحالة، يعني لما إجا القانون 2015 هو كان عم ينظر بعين الرحمة للمالك، لأنه أنت كمالك عقار كمالك محل تجاري، لأنه شخص فلان الثاني مالك هو مستأجر، يعني هو مستأجر الفروع خلينا نقول، هو عم يدفع لك إجرة كتير بسيطة. فالعقارات اللي قبل 2006 هي المحلات التجارية تحديدا
تحديدا اللي بيحكمها القانون اللي هي صايره العقد فيها قبل عام 2006 هي اللي بتخضع لدعوى التخمين. بعد 2006 لا. ليه؟ لانه خلص صارت هي شريعه المتعاقدين، انت بتاجر بالقيمه اللي انت بتشوفها مناسبه. فقبل 2006 ممكن يرفع دعوى تخمين. بس نحن في النقطة اللي لازم نحكي فيها هي إنهاء العلاقة الإيجارية. إنهاء العلاقة خلينا نحكي عنه. إنهاء العلاقة الإيجارية وهو ما جاء به القانون الجديد اللي هو قانون 2015، إنه أنت كمستأجر يعني اللي إلك الفروق المفروض وقت تقرر تبيع، هلا مثل ما كنت عم تقولي نور انه هنا عم يبيعوا بمبالغ خياليه بنحوا المالك على جنب. صحيح. يعني القانون الجديد فرض عليهم لحتى تقدر انت تبيع شخص ثالث يا مستاجر يجب عليك ابلاغ المالك مالك العقار بانك انت عندك رغبه ترغب في البيع، والمالك يقرر اما ان يشتري المحل او الفروغ منك، بالنتيجه بتنتهي العلاقه الايجاريه اللي بينك وبينه، بس بيشتري بقيمه ارخص من قيمته ب 10%، يا اما هو ما بده يشتري المتجر فهو بتعطيه انت ال 10% وبتبيع المستاجر بتبيع الطرف الثالث بقيمه هذا الفروغ ناقص 10% لانك انت اعطيتها لمالك العقار ولكن خلال 30 يوم المفروض المالك يعني يعطي رايه انه بده يشتري ولا ما بده. بحال امتنع المالك وما ابدا اي راي ما اعطى شيء يحق للمستاجر ان يبيع المتجر لشخص ثالث، ولكن ال 10% اللي فرض القانون انه يعطيها للمالك يجب ان يعطيها للمالك حتى لو المالك ما كان معبر عن ارادته انه بده يبيع ولا بده يشتري ولا ما بده يشتري. يعني هي معلومات كثير مهمه والحديث القانوني بشكل عام يطول لانه دائما جداً. في اسئله واستفسارات نحن بنسمعها من الناس او احيانا بنمر فيها فبنحاول ننقلها ودائما نعطي الاجوبه المناسبه من ضيفتنا المحاميه الاستاذه رنا ديب. نتشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي بتقدميها. شكرا لك سلمى.